بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم بقى في المحاضرة دي على ازاي ان احنا نقدر نعمل اليوفي دبليو تاج بالطريقة اليدوية. المرة اللي فاتت اتعلمنا ازاي نعمل بالطريقة الاوتوماتيك، لكن المرة دي هنتعلم ازاي نعملها بالطريقة اليدوية. مبدئيا عايز بس اشوف اذا كان الكووردس 000 تمام مظبوط، بس عشان بحب ابقى في السنتر وبعد كده بحركها زي ما احب او زي ما انا عايز. عندي في حاجات انا ههتم بالديتيلز بتاعتها وحاجات انا مش ههتم بالديتيلز بتاعتها، على اعتبار ان هي مش هتبقى باينه قوي في الكاميرا. على سبيل المثال اللي مش ههتم بالديتيلز بتاعته هي او هو الماشين جان، سواء ده او الناحيه الثانيه، وبرده مش قوي الصواريخ اللي موجوده تحت دي، كده كده مش تبقى ظاهره اساسا لان هيبقى اللايت والجلو والدخان مغطي عليها. الحاجات اللي مش هعمل لها اساسا يوفي مابينج هي الكامبوس او الكابينه بتاعت الطيار، لكن اللي هنعمله يدوي هو الماشين جانز والتوب انجن والليفت ورايت انجن والبريكس دي. مبدئيا هروح ل الماشين جان او الماشين جان اللي في اليمين. طبعا انت لو لاحظت هتلاقي مفيش يوفي تاج. طب ازاي اجيب له يوفي تاج؟ بمنتهى البساطه كل اللي هنعمله، طبعا انا عايز اعمل خامه، خلوا بالكم اللي هقوله كويس، عاوز اعمل خامه كلر واحده للاثنين دول وخامه كلر واحده للاثنين دول وخامه كلر واحده للاثنين دول. اذا خلوا بالكم ان انا هعمل هنا خامتين كلر، خامه لده وخامه لده، اعتقد هتبقى نفس الخامه بتاعت ده. طيب مبدئيا هنيجي نشوف الاثنين ماشين جان دول الخامه اللي هتعملهم. هروح لماتيريالز، طبعا الاولانيه دي وليكن هنسميها البادي مات، دبل كليك، وهنسمي دي الجانز مات على اعتبار ان دي هتبقى هي خامه او الكلر ماتيريال بتاعت الجانز. طبعا انا يعني مش حابب ان الماتيريال تكون جنب اوبجكتس هنا كده، انا هاخد ماتيريال دي واحطها هنا كده بحيث ان انا اسحب من هنا ارمي على هنا زي ما انا عايز. طبعا هاخد دي هحطها هنا واخد دي هحطها هنا بالشكل ده كده. عشان اعمل توليد اليو في بالطريقه اليدويه هسلكت الاثنين، نعمل كليك يمين، هنلاقي عندنا حاجه اسمها جينيريت يو في كوردينيتس. طيب للناس اللي هتنسى الموضوع ده، وانا متاكد ان في ناس هتنسى الحكايه دي، ممكن انت تيجي تقوم عامل سلكت على الاثنين اوبجكت دول وتعمل رايت كليك تقول لي ان انا مش لاقي جينيريت. عمرك ما هتلاقي جينيريت يو في كوردينيتس الا اذا عملت رايت كليك على الماتيريال تاج. لازم تكون مطبق خامه علشان يعمل اليو في كوردينيتس. لو انا عملت رايت كليك قلت له جينيريت يو في كوردينيتس هيعمل اليو في بتاعه المسدسين. طبعا لو انا خدت دي حطيتها هنا هلاقي كده، ولو انا خدت دي حطيتها هنا هلاقي بنفس الطريقه بالظبط. طيب الاثنين انا عايز لهم خامه واحده، يعني خامة كلر واحدة، بمعنى ان اللي هرسمه هنا يترسم على الاثنين مرة واحدة. طيب ايه اللي هيحصل؟ هروح للخامة دي واعمل رايت كليك تكتشر شانل واقول له كلر. تعالى ناخد كلر كده كده اساسا الكلر هيتغير، فما تشغلش بالك بيه قوي. طبعا هاجي هنا على تكتشر عندي اللي هو الجانز مات اندرسكور كلر. بالمناسبه اللي هرسمه هنا هيترسم على الاثنين. طبعا سيبك من الكلام اللي معمول في الخامه ده، انا لو عملت ديسبلاي انهانسد اوبن جي ال وعملت كنترول ار كل الكلام ده مش موجود. طيب اجي ليه الجانز ماتيريال، هروح اول حاجه للميني جان الاولاني. اعتقد انه ده لو احنا قربنا كده تمام هلاقيه بالمنظر ده كده. ممكن ما يكونش محتاج شغل، يعني هو مش محتاج شغل قوي، بس انا عايز اوريكم شويه
حاجات عشان نعمل الماتيريال بشكل مظبوط. انا هقرب قوي كده طبعا، انا عملت اعمل سيلكت على ده، اذا يبقى ده بتاع ده، وهروح على البوليجون مود تمام. لا بتاع ده تمام، واسحب ده انزله هنا واقول له ستارت انتر اكتف مابينج، ولو انها بصراحه مش محتاجه يعني. هقول له ستارت انتر اكتف مابينج، وهلف الانتر اكتف ماب او الجزمه زي ما الناس بتقول. طبعا انا عايز اكبر السكيل بتاعه، اروح اكبر السكيل او اخد السكيل من هنا وخلاص اكبره كده كده يعني، عايز اخليه على قده بالظبط. طبعا هو هنا راح مني يعني، راح مني بعيد خالص على فكرة، فهرجع اكبر تاني عشان يجي، وهضغط على زرار او اربعة. طيب ليه ما تحولش او ليه ما تنقلش ان انا عامل انتراكتيف مابينج؟ طيب على كل حال، على كل حال انا هشوف بس اذا كان مظبوط ولا مش مظبوط، وبعد كده ابقى بعد كده نبقى نحوله زي ما احنا عايزين. وواضح واضح ان هو فعلا مش مظبوط، عايز يتقلب. ناخد دي كده 180 درجة. تمام بالمنظر. بعد ما خلصنا الانتر اكتف مابينج، انا هعمل سكيل على قد ما اقدر بحيث ان انا اعرف الاقيه، واقول له ستوب انتر اكتف مابينج. بعد كده هسلكت كل الكلام ده، هعمل كنترول اي واضغط على رقم 4 واسحب ده كله احطه في الكانفاس بتاعي. طبعا هعمل بقى زوم ان زي ما انا عايز، هلاقي عندي بشكل كويس وشكل لطيف بالمنظر ده. كده خلصنا من الجن ده. نيجي على الجن التاني، وبرضو هروح على البوليجون مود وهضغط على ستارت انتراكتيف مابينج. بيتهيألي برضو هنلاقيه تحت، يا رب بس يطلع مظبوط. اعتقد هو مظبوط، شكله باين عليه ان هو مظبوط. مظبوط. طيب كل ما في الموضوع ان انا بقى هضغط على ستوب انتر اكتف مابينج، او قبل ما اضغط على ستوب احنا ممكن ان احنا نصغره شويه بحيث انه يوضح سنه. ستوب انتر اكتف مابينج، واعمل كنترول اي واضغط على رقم 4 واسحبه احطه في الكانفاس بتاعي زي ما انا عايز المنظر ده. طبعا انا ممكن بالفيو في التو سكرين واريح دماغي خلاص، لكن انا عايزه زوم 100% واعمل اللي انا عايزه بعد كده. طب كده تمام 100 100، عملنا اليو في مابنج بتاع المسدسين. طب نيجي بعد كده نعمل اليو في مابنج بتاع البريكس. البريكس بفكر ما اعملهاش يو في مابنج ونعملها بالخامات العاديه. بالمره نشوف ازاي نشتغل بروجكشن بالخامات العاديه، عشان يبقى احنا لمينا معلومات كويسه في الورشه دي، ما ركزناش على حاجه وسيبنا الباقي. نيجي على الابر انجن. الابر انجن عندي فيه جزئين، واحد يمين وواحد شمال، ده الرايت وده الليفت. طبعا هو مش هيبين لك اي حاجه لانك انت على التكتشر بوليجون تول. لو انا رحت كده كده اقدر ان انا اعمل سيلكت زي ما انا عايز. نفس الموضوع، هسلكت الاثنين واروح على ماتيريالز، دبل كليك انشط دي تمام، واسمي دي انجن تمام بالشكل ده كده. ودي انا عايز اعمل لها دبليكيت، دي انا عاوز اعمل لها دبليكيت لان انا هعمل كل انجن، او خليها زي ما هي، خليها زي ما هي مش مشكله خالص. هاخد دي على الانجن يمين وشمال، واسلكت برضو الاثنين، رايت كليك واقول له جنريت يو في كوردينيتس،
ورايت كليك واقول له خلاص ما فيش مشكلة. اجي بعد كده على الرايت انجن، طبعا مقلوب ضايع خالص. اجي على البوليجون تول، ستارت انتر اكتف مابينج، واضح انه محتاج سكيل كبير. هو على فكرة مظبوط، هو نازل مظبوط، هو نازل مظبوط كده تمام قوي. لو انا عملت ستوب انتر اكتف مابينج وخدت برقم 4 وسحبت بالماوس حطيت ده كده تمام، هعمل او هسلكت التاني برضو ستارت انتر اكتف مابينج ستوب انتر اكتف مابينج، وهسلكت كله كنترول A وبرقم 4 واسحب احط كل ده هنا بالشكل ده كده. اعمل بس زوم علشان ابقى واخد بالي المسافه مظبوطه. لا كده تمام وزي الفل 100 كده تمام قوي. كده احنا عملنا الرايت انجن، عملنا الليفت انجن، وعملنا الماشين جانز. طب بعد كده نبدا عمليه التيكتشرنج، نبدا عمليه التيكتشرنج. اول حاجه نعمل لها تيكتشرنج بكلر هو الانجن. هاخد البراش تول اضغط على انا كده على الانجن دبل كليك كده تمام، وانا كده في تيكتشر اتاكد ان انا على طبعا هنا الجنز، طبعا البادي لسه ما اتعملوش حاجه، هنشط البادي و تيكتشر كده دي مات 1. هاجي بعد كده على الانجن تيكتشر، مفيش هنا في الانجن حاجه، لو نشطتها برده مفيش في الانجن حاجه، ده انا مش مديها اي شانل. فهروح اقول له كلر شانل نفس الكلر وهسيبها بالمنظر ده كده. يبقى انا كده بخامه واحده اديت كذا كلر، خامه واحده ادينا كذا كلر. طبعا هفتح الانجن ده بالشكل ده كده، ولو عملت كنترول وعملت سيلكشن على او شيفت وعملت سيلكشن على الاثنين كده كده انا مش هحتاج الرسم هنا خالص، يعني انا هرسم هنا على ال 3 دي فيو. حلو قوي. بعد كده بقى نمسك حاجه حاجه واحده واحده. اول حاجه عاوز اجي ليه البادي، عاوز اجي ليه البادي. البادي كده الكلر بتاعه ده هيبقى اللون الاساسي بتاع الخامه. طب انا عايز بقى احط الوان من عندي واعمل اللي انا عايزه. هنيجي اول حاجه لو عايزين نحط مثلا يعني ناخد كلر تاني، نحط مثلا لون تاني زي ايه. طيب قبل ما نقول هنحط لون تاني زي ايه، تعالوا الاول نعمل كليك يمين ونقول له نيو لاير. دايما بحب احط لو في الوان تانية على نيو لاير، بحيث ان انا ممكن بعد كده استفيد بالبلندنج مودز في ان انا اغير شكل الاوبجكت اللي قدامي خالص. مبدئيا انا عايز مثلا احط لون متداخل مع اللون ده، وليكن مثلا حاجه زي الاخضر الفاتح، بحيث ما يبقاش فيه انتظام في اللون. على سبيل المثال انا هروح لكالرز. قبل ما اروح لكالرز هروح اخد البرش تول زيها بالظبط زي البرش تول بتاعه فوتوشوب. على فكره الدال والجيم او الام براكت والاو براكت تمام، هما اللي بيتحكموا في حجم الفرشه. بالمناسبه فينا حاجه مش مظبوطه، يعني لو انا رحت للاوبجكت ده هرجع هنا تاني واروح للبادي، البادي ده كده يستحسن والاسهل ان انا ارسم هنا، اسهل ما ارسم هنا. يعني انا لو رحت خدت البرش تول هرسم هنا اسهل كتير قوي 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 من ان انا اقعد ارسم على كل الكلام ده. هو يمكن انا ما بحبش الطريقه الاوتوماتيك بسبب انها ساعات بتعمل لخبطه، لكن على كل حال انا يهمني الجزء ده. هسلكت البرش تول وبعد كده اروح لاتريبيوتس. طبعا عندي هنا برشز كتيره جدا، لو ضغطت على السهم ده ممكن يجيب لي بريسيتس للبودي بينت. لو ضغطت على برشز في هنا براشز كتيره قوي، لو انا فتحت البريسيتس فتحت براشز فتحت ستاندرد تول هلاقي براشز كتيره جدا. هاخد منها تشوك. نخلي بالنا ان البراشز فيها حاجات مهمه جدا او خاصيتين، ثلاث خواص مهمين قوي.
السايز وده الحجم، البريشر ودي الـ 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 الكثافه بتاعه اللون. يعني على سبيل المثال انا لو زومت كده خلاص والبرش بتاعي او البريشر بتاعي على 100 وجيت زودت الحجم بتاع البرش تول وهاجي على كلر وليكن خلينا على اللون الابيض وجيت عملت كده زي ما انتم شايفين الـ 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 بتاع يعني اللون الابيض لو عملت كنترول ار اللون الابيض فاتح قوي، يعني اللون الابيض قوي قوي يعني تركيزه عالي قوي. لو انا قللت البريشر وجيت اعمل كده هلاقي ان اللون الابيض يا دوب باماره ما هو ابيض. اذا ده البريشر بتاع البرش. طبعا مهم قوي لما نيجي نعمل اللمسات النهائيه بتاعه البرش. لما احنا عملنا التيست بتاع البرش ان هيحصل لنا مشاكل مع البودي. طيب نعمل حاجه حلوه قوي. اولا البودي هشيل الخامه بتاعه وهشيل اليو في تاج بتاعه. لو انا رحت الموديل اتاكد بقى كده ان انا على الموديل ده من غير اي وجع دماغ، ولو انا جربت حتى اشيله هلاقيه اتشال. طب حلو قوي، هاجي على البادي ده و هاخد الماتيريال واحطها عليه بالشكل ده كده تمام، وهاجي على البادي ده برضو من فوق وهعمل يو في مابنج اسلكت ال البوليجون تول واسلكت الباشا ده واقول له انتر اكتف مابنج. طيب هو ما نشطش انتر اكتف مابنج. طيب ما نشطش انتر اكتف مابنج ليه؟ لان اساسا ده ملوش يو في كوردينيتس. اذا انا محتاج ان انا اعمل له يو في كوردينيتس، عشان كده هعمل رايت كليك واقول له جنريت يو في كوردينيتس. مش عارف هو عمل سيلكت على دول ليه. طب تاني تشيل ده وسيلكت كل ده. طبعا انا كده هسيلكت الموديل ككل وهعمل رايت كليك واقول له جنريت. ما ادانيش جنريت. طيب هسيلكت دول واعمل كنترول A، هسيلكت كل الاوبجكتس دي كنترول A تمام، واعمل رايت كليك جنريت. في حاجه هنا كان معمول لها جنريت كوردس مغلبات. طيب نشيل الخامه دي خالص، نشيل الخامه دي خالص واجي على البادي اسلكت البادي كده واسلكت الموديل تول واجي على البادي واعمل ماتيريال جديده دي نسميها بادي ودي نسميها سبير احتياطي. يعني هاخد البادي دي واحطها على ده واعمل رايت كليك واقول له جنريت يو في كوردينيتس. طبعا انا هنا على المات 1 المات دوت 1 اندرسكور كلر. طبعا هي دي مش بتاعتي، انا عايز امبتي كانفاس. هروح على البوليجون تول ستارت انتر اكتف مابنج. هي كده مظبوطه وتمام و100 100. اكبر بس شويه كده بحيث ان انا ادخلها جوه الانتر اكتف مابنج واعمل ستوب واخد دي وازقها لجوه. اجي بعد كده على ماتيريال واشيل اللوك بتاع ولا اخلي اللوك ونخلينا على الامبتي كانفاس، وهروح على البادي واعمل رايت كليك واقول له تكتشر واقول له كلر. ناخد الكلر بتاعنا زي ما كنا واخدين واقول له اوكي. خلاص يبقى انا كده على البودي كلر تمام بالمنظر ده كده. كده مش هشغل بالي بالبرش، كده البرش متظبطه و100 100، وفي حاجات هنتفادى عيوبها حالا. جميل قوي كده. طب احنا عايزين قلنا نغير الكلر او ندي كلر زي ده مثلا، كلر متداخل زي الكلر ده. مبدئيا عشان ما يلخبطنيش انا هشيل اللاير دي، وادي فايده من فوائد اللاير انك انت لو عايز تشيل في اي وقت هتشيل. لو انا رحت على البادي كلر
وجيت عملت رايت كليك وقلت له نيو لاير، وجيت فتحت اللاير مود ورحت على كلر، ممكن اخد سوليد كلر وممكن اخد تيكتشر. تيكتشر يخليني اخد صوره، هقول له لود فروم ديسك، وهروح على المكان اللي انا عامل فيه الورشه في اسيتس، في تيكتشر اسيتس. ممكن تاخد اي حاجه تعجبك، على سبيل المثال اخد حاجه فيها تشابيح مثلا، هاخد الميتال ميكس دي. طبعا انا لو سبت الميتال ميكس دي زي ما هي، بصوا كده، هعمل كده خلاص ماشي كويسه. بس انا كنت عايز اوريكم عيب تاني. لو انا رحت كده ورحت ضاغط على برش تول ورجعت زودت البريشر، خلينا البريشر زي ما هو، بصوا كده، طبعا الدنيا كده ضايعه. في بقى حاجه كمان انا عايز اوريها لكم. لو انا رحت على الماتيريال دي وعملت هنا كليك وقلت له ايديت امبوديمنت، ايديت امبوديمنت هيفتح لك في البودي بند هنا، اقدر ان انا اعمل فيها زي ما انا عايز، ممكن اعمل كلرايز، ممكن اعمل اي حاجه تعجبني. طيب على سبيل المثال لو انا رحت خدت فلتر من فلتر كلر كوركشن وخدت ليفلز، وخدت ليفلز، انا كل انا عايز اعمله ان انا عايز ازود اطلع الغوامق دي تمام بالشكل ده كده. لا انا عايز الغامق يظهر، يبقى هزود الاوتبوت ليفلز. خلوا بالكم ان الموضوع ده يعني فظيع على البروسيسور وعلى الرام، يعني مش بالساهل ان كده تعمل الحكايه دي. تمام حلو قوي كده وزي الفل، هعمل اوكي. بعد كده خلي بالك كل ده انت على فين، انت على التكشر بتاعك، يعني لما ترجع تشتغل تشتغل على دي. هاجي بعد كده على الفلتر تاني كلر كوركشن مره تانيه، وممكن اقول له هيو ساتوريشن كلرايز، هقول له كلرايز. والله العظيم انت راجل جدع، هو جابها في اللي انا عايزها بالظبط، حاجه كده مثلا، حاجه كده. انا عايز الاصفر، عايز حاجه صفراء، اعتقد انها في 39، يعني الاصفر والبرتقاني ده في 39 وفي 38. لا مش في 39، ايوه هتيجي يعني، تمام قوي كده، وهعمل اوكي. طب انا كده استفدت ايه؟ لا كده استفدنا كتير، وهنشوف حالا احنا استفدنا ايه. تمام. طبعا لو انا رحت رجعت تاني للبودي كلر بتاعي وجيت اعمل كده، هلاقي نفسي استفدت كتير قوي. طبعا في كذا حاجه، هروح على سكيل، ممكن اقلل السكيل بتاع الصوره دي حبتين او ازوده زي ما انا عايز، هعمل كده. في عندي تايلنج لو انا مش عايز ان هي تبقى تايلابل بالمنظر ده، طبعا كنترول زد تيكتشر عن التايلنج كده. تمام مظبوط. ممكن انا اكبر السكيل شويه بس كده، يعني هلاقي الحتت المتباينه اللي انا عايزها مش باينه قوي، فانا هصغر السكيل حبتين بحيث تظهر الحتت اللي انا عايزها. طبعا بالمنظر ده انا مش هينفع ان انا اشتغل بالبريشر بالشكل ده كده، لازم اقلل البريشر شويه. غير كده كمان يعني مش شايف قوي انها مستاهله فرشه غير منتظمه، ممكن قوي الاير براش العاديه توفي الغرض، وهتبقى احسن كمان على فكره. يعني لو اخد الاير براش العاديه خالص هنشوفها كده على فكره، هيبقى شكلها اوضح. بصوا ده اللي هيبقى الشكل بتاعها. كنترول زد، وهروح على البريشر واقلل البريشر خالص على قد ما اقدر. هاجي هنا بس طبعا هرسم على الحتت اللي انا عايز فيها ديتيلز شويه، مثلا هرسم هنا كده كنترول زد، هرسم هنا مثلا خلاص، يعني في الحتت اللي انا محتاجها هرسم كده، هرسم كده. ممكن نقلل سكيل كمان حبتين ونرسم هنا كده، تمام ماشي هنا مثلا، اقل كمان شويه طبعا، يعني على قد ما مثلا حاجه زي حاجه بالمنظر ده كده. عملت كنترول ار، هلاقي اصبح دلوقتي بدات تاخد شكل تاني وبدا يبقى في فاريشن في الكلر. في بقى حاجه مهمه جدا، لو انت خدت بالك وجيت هنا بص كده، شايف الانتظاميه دي؟ انا مش عايز الانتظام ده،
انا عايز الموضوع يبقى ناتشرال عن كده او اقوى من كده حبتين. طب ازاي؟ اولا في الموضوع ده بقى هنحتاج نروح للتوب فيو، هنحتاج نروح للتوب فيو. كل اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اروح للبوينت مود. كده انا رحت للبوينت مود، كل اللي انا يلزمني بقى اعمله ان انا احدد البوينتس دي اللي هي في الجنب واسحبها لبره. احدد البوينتس اللي في الجنب واسحبها لبره. يبقى انا هسلكت البوينتس اللي في الجنب. كده هيعمل لي سيلكشن كبير قوي، خلينا على 3. خلاص اونلي سيلكت فيزيبل اليمنتس، طبعا لا، او خليها ايوال ان انا عايز الناحيه دي بس. هاخد اسلكت مجموعه بس، طبعا احنا مش بنعمل يعني مش هنعمله بديتيلز عاليه قوي، لكن على قد ما نقدر بس انا هوريك الكونسبت اللي انت هتشتغل عليه. تمام، حاجه بالشكل ده كده. هنا مثلا نفس القصه، هنا نفس الموضوع، هنا على قد ما تقدر. تمام، برضو هيلزمنا طبعا هنمسك شيفت بقى وهكبر دي الخمسة لحسن كده كده مش هنخلص. همسك شيفت واكبر دي لخمسة كده اهو. النقط اللي انا محتمل يبقى فيها وجع قلب او يبقى فيها شغل كتير برضو هنا وهنا. تمام، بالمنظر ده كده. طبعا في هنا نقطة مش عايزها، واعتقد النقطة دي فين؟ مظبوط، كانت تحت. طبعا هيبقى معانا كمان النقط اللي ورا. طبعا ميزة بقى الحتة دي انك انت بتشوف الهيدن بوينتس. بعد كده هنروح بالموف تول واحرك النقط دي لبره. تمام، بالشكل ده. يبقى انا كده لو انا رجعت للبراش تول وجيت رسمت هلاقي مفيش انتظاميه. طبعا خلي بالك ان انت برضو هتطلع النقط اللي جوه دي هتطلعها بره، يعني هتكمل على نفس المنوال. طبعا هنصغر حبتين. تمام، و نحط هنا اي حاجه في اي حاجه، نفس القصه هنا كده برضو على دي كده. طب كده اول خطوه تمت، كده اول خطوه تمت. تمام، 100 100، مفيش اي مشاكل. ده بالنسبه ليه الكلر. طيب بعد كده هروح لماتيريال وعلى البادي برضو زي ما انا، بس انا مش هشتغل المره دي على الكلر، انا هشتغل على السبيكولر. خلاص، علشان ادي زي بهتان كده، ما تحسش ان هي جديده، تحس ان هي ايه يعني عليها شويه تراب جو كده. هعمل رايت كليك واقول له شانل واقول له سبيكولر كلر. طبعا السبيكولر كلر خد اي حاجه تعجبك وليكن ابيض. طبعا السبيكولر ابيض بالمنظر ده. وهاجي اعمل رايت كليك واقول له نيو لاير. المره دي بقى هاخد حاجه يعني فيها عشوائيه وعدم انتظاميه زي دي كده. بعد كده طبعا كالعاده هقلل البريشر واروح لكالر. المره دي انا عايز سوليد كالر، اخلي الكالر مثلا وليكن دارك شويه. واجي على هنا وارسم. تمام، يعني زي ما انت شايف في، بص يعني انا عايز ازوم. اهو ده اللي انا برسمه، ال 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 اللي بتحس ان هي ايه مش جديده، يعني مش عايز احطها، تحس ان هي جديده. طبعا ممكن ان انا ازود البريشر حبه بحيث نشوف. تمام، بالمنظر ده كده. طبعا لو كبرنا هنا ممكن اشوف بشكل احسن، ممكن نعمل فاريشن في الكلر شويه. موف السكيل.
عندي المنظر ده كده. لو عملت كنترول ار يعني هتبدأ تاخد الشكل بتاعها. لو نزلنا تحت برضو نحط الفاريشن بتاع الصم والشمس تمام بالمنظر ده كده. ده بالنسبة ليه السبيكولار كولر او اللي هنعمله في السبيكولار كولر. بعد كده نيجي على القناة اللي بعد كده. انا هشتغل على قناة الديرتي. الديرتي اللي هي قناة الديفيوجن. قناة الديفيوجن بتدي شوية ديرت ليه او يعني مش هيبقى شكلها نظيف يعني. هروح اعمل رايت كليك واقول له ديفيوجن. هسيب الديفيوجن زي ما هي ابيض تمام. وهعمل رايت كليك نيو لير وهاجي على الديفيوجن وخلي مثلا كده. بصوا لو انا سبت ال 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 هسيب دي زي ما هي كده. بصوا هعمل لكم كده شفت عملت ايه تمام. هعمل كنترول زد واروح ل الاير براش كده. اديكم شفتوا عملت ايه بالظبط. طيب هرجع ل الشاركول وهاجي اقلل بريشر. والديفيوجن بقى انا عايز اعمل فيه حاجتين. اول حاجة انا عايز لون فاتح شوية. خلاص لون فاتح شوية هيبقى على البتاع ككل المركبة ككل او على الطيارة ككل. اكبر بس البتاع شوية واخليها بالمنظر كده. ماشي بالشكل. لو عملت كنترول ار يعني هتبدأ تاخد الشكل بتاعها. طيب بعد كده حط برضو تحت هنا شوية. طبعا انا قلت العيب ده تتفادوه ازاي بقى اللي هو العيب بتاع الانتظام ده. مش هيبان قوي على فكرة فيه بتاعنا يعني. تمام بالمنظر ده كده. بعد كده بقى عاوز ان انا اجي على الخطوط اللي بتكون الطيارة نفسها. هاجي اخد اير براش تانية. طبعا بمجرد خلي بالك ما تسلكت براش ترجع للديفولت تاني. فانا هقلل بقى اللون شوية وهاجي على الخطوط دي مثلا. هاجي على الخطوط دي كده مثلا واجي هنا و بحيث ان اظهر الديتيلز بتاعت الخطوط دي مثلا كده مثلا كده حاجه كده مثلا تمام كده. ممكن اقلل البريشر شويه ممكن برضو على الجناح برضو هنا. برضو طبعا كل واحد على فكرة وحسب رؤيته. انا واحد من الناس مش يعني انا ملقتش بصراحة ريفرنس للمركبة دي عشان اشتغل عليها. لكن يعني على قد ما اقدر بحاول ان انا اتخيلها. حتى طبعا التخيل مش هيبقى بنسبة 100% صح تمام. لكن اهو عشان يعني نحاول نطلع اي حاجة على قد ما نقدر. طبعا لو في ريفرنس هيبقى احسن 100,000 مرة من اللي احنا بنعمله. ده بالنسبة لخامة الديرت او بالنسبة او ان احنا نطفي على المركبة منظر يعني طبعا يعني دي مطحونة في حرب اساسا. فانت على قد ما تقدر بتحاول انك انت تطلع بشكل الى حد ما واقعي شويه. لو احنا جينا عملنا كنترول ار تمام بدات تاخد الشكل بتاعها. في بعد كده لو انا عايز اضيف بقى بعض الديتيلز زي البامب قبل ما نضيف البامب تشانل عايز بقى اروح اعمل لها شويه ريفليكشنز عشان تبان.
هرجع بس مؤقتا للسينما 4D ستاندرد بالمنظر او بالشكل ده كده، وعايز احط وليكن انفينيت، عايز احط انفينيت لايت. تمام طبعا بالشكل ده. طبعا حطه في المكان اللي انت تحبه، هو كده كده هيبقى بعيد اساسا عن الاوبجكت، لان اللي بيتحكم في الانفينيت لايت ده على فكره هو الروتيشن مش البوزيشن. تمام بالمنظر ده كده، وهروح للانفينيت لايت وهروح للبروجكشن بتاعه واشوف الاضاءه اللي انا عايزها او اللي انا محتاجها. غالبا الاضاءه هتبقى بلوش شويه لان اللون هيبقى نهاري، وهعلي الاضاءه بتاعه لانه غالبا ما بيبقاش 100%، مثلا الاولى تبقى 150 بالمنظر ده كده، والروتيشن اعتقد هيزيد شويه. تمام بالمنظر ده كده. نزوم بقى على الاوبجكت بتاعنا بالمنظر ده ونعمل كده ونجرب نعمل كنترول ار. على فكره الاضاءه هتحتاج انها تتظبط حبتين، 120، وهتحتاج برضو ان هي تلف شويه، وهنا تزيد ل 150 مره تانية بالمنظر ده كده. انا كده عامل كنترول ار. طبعا خلي بالنا لسه هنحط حاجات، طبعا الحمد لله خدت شكل كويس، لكن احنا لسه هنحط عشان برضو نبقى بالمره خلصنا منها. هنحط سكاي. السكاي دي انا هحط بيئه مشابهه للبيئه اللي انا هشتغل عليها. هروح لويندو واروح لكونتنت براوزر. لا المفروض ما نروحش كونتنت براوزر، مش مشكله، مفيش مشاكل. هعمل رايت كليك واسمي دي انف اختصار انفايرمنت، دبل كليك واروح لسبيكولر، لا اروح للومينانس واعمل لود ايمج. انا هحتاج صوره من ضمن اللي انا كنت شغال عليهم قبل كده، بس يا رب اكون رندرت حاجه. هروح للريفرنس اخد اي واحده من دول، دي شبه شويه اللي انا هعملها. تمام، واخلي لومينانس بتاعتها 150 ولا حاجه، واخدها احطها على السكاي. رايت كليك سينما 4 دي تاجز واقول له سين باي كاميرا، لا ده بالمنظر او بالشكل ده كده. طبعا لازم انشط الجلوبال الومينيشن عشان بقى اريح دماغي خالص من قصه الاضاءه. بصوا انا عملت كده. طب تاني عشان بس ما ياخدش وقت، انا اخلي كل حاجه بلو عشان ما ياخدش فيها وقت، عشان نشوف برضو النتيجه النهائيه بسرعه كده. تمام مفيش اي مشكله، لكن انا عايز الاضاءه تكون جايه من السكاي، يعني يعكس لي الاضاءه بتاعه الكلام ده على الاوبجكت ده. عشان كده بروح للجلوبال الومنيشن واجي في الجنرال واقول له سكاي سامبلر، علي بس الجاما شويه خليها 2 من 10. خلاص السكاي القيمه دي على فكره لما بتعلى بيدي اضاءه تحفه بصراحه. انا هخليها 256. ديتيلز هخليها كومبليت، واقوم قايل له ريندر. هنستنى بقى شويه لان هو كده هيدي اضاءه بالظبط زي اللي موجود على خامه السكاي، ودي على فكره بتفيد جدا في عمليه الكالر كوركشن، بتشيل من عليك عبء بصراحه رهيب، بتشيل عبء رهيب في عمليه الكالر. تمام لسه طبعا هنظبط بقى الاضاءات ولسه هنظبط الكلام ده كله، بس احنا كنا عايزين نديها حاجه مبدئيه بس علشان نعرف نشتغل عليها بشكل كويس وشكل احسن، بحيث يعني يبقى عندنا بريفيو من الشكل النهائي للحاجة بتاعتنا. طبعا انا بس عايز اعمل يعني
عايز اخلي الضوء على قد ما اقدر. تمام، فعملنا كنترول ار، يعني اعتقد اللسعه بتاع الضوء دي هنلاقيها اختفت. تمام، مظبوط قوي كده. نيجي بعد كده بقى نحط او نشوف الخامات بتاعه الريفليكشنز والكلام ده كله هنعملها ازاي. هروح للخامه بتاعه البادي. الخامه بتاعه البادي اللي هي دي، ماليش دعوه بكلر، ماليش دعوه بديفيوجن، دول فيهم الصور بتاعتنا. هروح لريفليكشن، هقلل الريفليكشن حبتين. تمام، بالمنظر ده. اروح لانفايرومنت علشان تاخد نفس الجو بالظبط، واقول له بيت مابس، وهقول له الصوره اللي انا لسه منزلها محملها. طبعا بالمنظر ده مش هينفع خالص، دي هخليها حاجه يا دوب تدي ريفليكشن. ونجرب كده نشوف بقى المنظر هيبقى عامل ازاي. هلاقي الشكل بتاعها اتغير، حتى في هنا ريفليكشن خفيف للايلاند. طبعا الانتي الياس مش متنشط، الريفليكشن اعتقد عايز يقل شويه. تمام، بالمنظر ده كده. ارجع للبودي بينت يو في اديت. تمام، واروح للماتيريال اجيبها برضه احطها في مكانها، وافتح التروبر واروح للبودي. دي كده الديفيوجن تشانل. طب في بعد كده ايه؟ في بعد كده ان انا ممكن ارسم على البامب تشانل وعلى الكالر تشانل. طب البامب او قبل ما نرسم على البامب وعلى الكالر، انا عايز اروح لدي واخلي دي وليكن 5 بس، علشان ما يبقاش الموضوع بس ايه، ما يبقاش الموضوع مبالغ فيه او الريفليكشن مبالغ فيه. انا عايز في ريفليكشن بس مش عايزه يبقى مبالغ فيه، عشان ما يضيعليش كمان الديرت اللي انا عملته او اللي انا حطيته. كده متهيألي تمام، مفيش اي مشاكل. نيجي بعد كده اللي احنا عايزين نعمل عليها شوية ديتيلز كويسة. طب الديتيلز دي هنعملها ازاي؟ اولا عشان تعمل ديتيلز هترسم على قناتين، قناة البامب وقناة الكالر، او لو انت عايز تعمل مجرد بامب بس يبقى ترسم على البامب. لكن لو عايز استخدم الكالر بتاع الصورة اللي انا هشتغل بيها ومعاها كمان البامب، هرسم على الاتنين. طب مبدئيا هنروح لانفاير او الخامة بتاعتي، واروح للتكتشر، واروح لبامب شانل. طبعا حلو قوي التباين ده او الرز ده، واخد البامب شانل مثلا كده واعمل اوكي بالمنظر ده. بصوا كده، لو انا رحت خدت برش وهنخليها زي ما هي، انا بس هخلي الكلر بتاعها ابيض مثلا واعمل كده، ما رسمش. طب لو احنا عملنا رايت كليك وخدنا نيو لاير ورحنا للبرش ورسمنا، برضو ما رسمش. طيب ليه ما رسمش؟ هل احنا مش في البوليجون مود؟ لا احنا في البوليجون مود. طب اتريبيوتس البريشر، البريشر ضعيف. هو رسم على فكره لكن اتمن عشان البريشر ضعيف. طيب هعمل رايت كليك تاني واقول له نيو لاير، اروح لاتريبيوتس واعلي البريشر بالمنظر ده. المفروض لو انا رسمت ازوم بس كده، شايفين؟ شفتوا اللي حصل؟ لو انا عملت كنترول ار اظن وضح دلوقتي. طبعا طالما وضح ما ينفعش البصله اصلا اللي احنا عملناه ده كله. تمام، لو احنا رحنا ديسبلاي خدنا انهانسد، رحنا ديسبلاي تاني عملنا انهانسد. طبعا لو عملنا كده شفتوا انتوا التطبيق اللي حصل في الطياره ده. انا للاسف هدلت البامب شانل وهرجع اضيفها تاني. هدلت البامب شانل، دبل كليك، هاجي على بامب. طبعا هي هنا اتعملت، هقول له كلير، مش عايز بامب دلوقتي، وارجع اعملها على نظافه تاني، رايت كليك واقول له بامب شانل بالشكل ده كده. تمام، هاجي على انا عايزه تطلع لفوق او عايزه تنزل لتحت، هاجي على البلاك اخليها بلاك قوي، رايت كليك نيو لاير، واروح على البرش واخد برش مثلا تكون بنسل. البنسل لو كبرتها عباره عن شويه دوتس، عباره عن شويه دوتس.
طبعا انا هخلي البريشر قليل كده مثلا، وازوم واشوف انا عايز اعمل بامبس فين، او انا عايز اعمل ديتيلز فاني حته. ممكن اعمل ديتيلز عند الكومباس دي كده، طبعا زي ما احنا شايفين كده الديتيلز عامله ازاي. لو انا عملت كنترول كنترول ار هي وحشه قوي، بس انا هقلل كمان البريشر عن كده بالمنظر. طبعا مش هتنفع بالشكل ده خالص. هعمل كنترول زد واقلل البريشر عن كده تمام، واللون كمان اخليه اقل من كده. اضغط حرف الاي من الكيبورد عشان يعمل ريدرو، وهعملها بالمنظر ده كده. مجرد بس اي حاجه تدي خشونه او خشانه للماتيريال نفسها. طب حاجه بالمنظر ده كده تمام بالشكل. طبعا انت بتبقى العمليه راندوم شويه، مفيش حاجه حاكماها. لو انا عملت كده كنترول ار اعتقد هيبقى الشكل اوقع، وهنبقى رحنا لدرجه واقعيه، او يعني عدينا بخطوه كبيره حبتين. شفتوا كل الديتيلز اللي انا عاملها، اللي انا عمال اعملها دي اساسا مش هتبان، يعني في الاصل مش هتبان. طبعا ممكن اقلل البريشر كمان شويه، واللون ارفعه كمان سنه، واجيبها هنا كده تمام بالمنظر ده كده. ازود البريشر سنه بالشكل ده كده. يبقى احنا خلصنا من عمليه البامبنج فقط، يعني بامب بس. على المدفع برضو نفس الموضوع، هنا نفس الموضوع. طيب لو انا عايز كمان اعمل زي لحامات، مجرد لحامات بس، اللحامات دي ممكن تعمل حاجه حلوه قوي. ممكن تروح ل ماتيريال وهرسم على قناتين، انا عايز ليها شكل او ليها لون. هاجي على الكالر شانل وانشط البنسل بتاعها، واجي على الدروينج مود واضغط كده، يبقى بيرسم على اتنين شانل. انا عايز الكالر طبعا، رايت كليك واعمل نيو لاير ما انساش، وعايز البامب شانل رايت كليك واعمل نيو لاير برضو ما انساش، وممكن الديرت شانل. يبقى انا كده برسم على ثلاث قنوات. هختار الكالر واروح اختار لود فروم ديسك، اختار صوره وليكن تيكتشر تاج، وناخد صوره فيها شويه صدى بس قريب من اللون اللي انا عايزه. اعتقد دي كويسه. تعالوا نجرب كده نشوف. لا كنترول زد، هي رسمت على فكره، بس هو كان البريشر قليل. انا عايز اوريك واحده ببريشر عالي بحيث تشوفوا اللي انا اقصده. زي ما انتم شايفين كده رسم بالشكل ده كده. طبعا انا ممكن ان انا ازود السكيل بتاع الصوره، زي ما انتم شايفين السكيل هنا اهو. لو عملت كده تمام كنترول زد، ممكن ازود السكيل اخليه 100% تمام بالشكل ده كده تمام كنترول زد. طبعا انا مش عايز المنظر بالمنظر ده، انا هقلل البريشر على قد ما اقدر، وهكبر السايز بتاعي، وهرسم ببريشر قليل شويه لمجرد بس ان انا اعمل ديرت على الحتت اللي فيها ديتيلز، او الحتت اللي فيها لحامات الى الحتت دي تمام. هروح اقلل كمان شويه كده وارسم بالمنظر ده. طبعا ممكن انزل تحت شويه بحيث ادي راندوم، ارفع البريشر بتاع حبه تمام بالمنظر ده كده، ممكن بالشكل ده حتى على الجناب بتاعي. طبعا ممكن اخد اي براش تانية، ممكن اخد البراش دي واقللها كده، ممكن ارسم كده مثلا ممكن اخد تحت الكومبس. طبعا كل ده والله كل ده تخيل، يعني انا نفسي ما اناش عارف لها شكل، يعني انا مش عارف لها شكل نهائي هيطلع عامل ازاي. انا الواحد بيتخيل، فالواحد بيبقى خايف يبالغ في الموضوع شويه عشان ما تطلعش بشكل سيء.
اروح لدي كمان، يعني دي فيها شوية طرطشة على الجوانب خلاص بالمنظر ده كده. هاجي اروح هنا كده واخد دي مثلا، واخد البوز بتاعها من هنا كده، يعني حاجة بالشكل ده كده تمام بالمنظر ده. لو انا عملت كنترول ار واشوف النتيجة شكلها عامل ازاي، هتطلع كأنها واخدة صدى تمام بالمنظر كده. يبقى احنا بدأنا كمان نوصل لرياليتي عالي في عملية التكتشرينج بتاعت البلين تمام بالمنظر او بالشكل اللي احنا شايفينه. ما اعتقدش ان في اي حاجة تانية هتحصل غير حاجة بسيطة، هخليني برضو على المالتي تشانل مود واروح اعمل رايت كليك نيو لير في الكلر، رايت كليك نيو لير في البامب فقط لا غير، وهشيل الديفيوجن انا مش عايزها خلاص، وهرسم على البامب تشانل. المرة دي انا عايز اخد بنسل، المرة دي البنسل هخلي البريشر بتاعها عالي، بس هروح اخد تكتشر لود فروم ديسك، هاخد دي. انا بس عايز اجرب ان انا عايز ارسم كأن في مكان لل يعني شرط زي بتاع الطلقات كده، يعني حاجة كده. كنترول زد، ممكن ان انا اعمل ايه، رايت كليك اديت بالمنظر ده، واروح لفلتر واقول له حط لي كلر كوركشن ليفلز تمام. ايوه بالظبط، انا عايزها محروقه بالشكل ده كده، عايزها بالحرق ده. واروح لتكتشر، انا شغال على مين، انا شغال على مين، على على البادي، بادي بادي بادي. طيب لو انا رجعت لماتيريال خلاص وجينا هنا كده كنترول زد، عايز اديها لون، عايز اديها لون. طيب نديها لون، ممكن نديها مع السبيكولر، ممكن نديها مع بالظبط السبيكولر فتحها حبتين. نروح للتكتشر واروح للكلر تكتشر لود فروم ديسك، هاخد دي تاني، هي كانت هربت مني اساسا، كنترول زد تمام. وممكن ناخد نشيل السبيكولر ونخلينا على البامب زد. هو بيرسم بالتكتشر القديمة، وبيرسم بالتكتشر القديمة. طيب نيجي للسكيل ونقلل السكيل حبتين زد. طب سيبنا من البامب، نروح للكلر تشانل كنترول زد بالظبط كده. الكلر تشانل كان فيها خامة تانية خالص غير الخامة دي كده، الكلر تشانل مظبوط. يبقى كده الكلر تشانل والبامب تشانل خلاص، يبقى هرسم على الاثنين وانا مرتاح بالشكل ده كده. طب ايه اللي انا عايز اعمله؟ اللي انا عايز اعمله ان انا هاجي في البراش دي واجي في السايز، اكبر السايز شويه تمام كنترول زد، لا انا عايز اصغر السايز على قد ما اقدر، واجي في السبيسنج واوسع السبيسنج شويه بحيث تيجي ورا يعني ورا بعضها كانها زي الطلقات كده. السايز اكبره حبه زد. طب ما نيجي ناخد البيكسل، في واحده اسمها البيكسل براش، البيكسل براش دي لو السبيسنج زادت هتبقى بالظبط كده، هتبقى كانها بيكسلز جنب بعضها تمام. بالظبط، انا عايز يعني حاجه بالشكل ده كده، كنترول زد، هقلل السبيسنج شويه زد يعني. طيب البريشر يقل حبه مفيش مشاكل، برضه لسه عالي كنترول زد
ممكن دي، بس نزود البريشر شويه. زد ممكن كده، ممكن كده كده، يعني اي حاجه تدل على التجريح بس مش اكتر. مش عايزين نزود الموضوع عن كده قوي، هزود بس هنا اي حاجه بس كده، بس كنترول ار ونشوف ظروفها هتبقى ايه او شكلها عامل ازاي. تمام، مفيش اي مشاكل. اخر حاجة هرسم عليها هي برضو البامب تشانل، نيو لاير، نيو لاير البامب والكلر، بس المرة دي هاخد التشولك، ويعني هلعب في البروفايل شوية، يعني هاخد السيتنجز ودبل كليك. ممكن اقول له مثلا ماشي، هي كويسة كويسة، مفيش مشكلة فيها. ماشي، هاخد التشولك و ماشي، مفيش مشاكل. انا كده خدت بريسيت على فكرة، وده انا مش عايزه. تمام، وده انا مش عايزه. هاجي على ماتيريال، ومش عايز اللافا. هو اداني على فكرة بريسيت من عنده، انا ممكن اخد سيليكشن وتيكتشرز. تمام، لكن انا مش عايز كده، انا عايز اخد حاجة من التيكتشرز اللي انا جايبها. هاخد حاجة وليكن مصدية زي دي كده، واروح هنا واتاكد ان انا شغال على بامب. انا مش عايز سبيكلر في حاجه، انا كل اللي انا عايزه عايز البامب وعايز الكلر. تمام، البامب لسه واخد اللافا، هقول له لود فروم ديسك. تمام، واخليه ياخد الخامه دي. كل اللي انا بس عايز اعمله ان انا عايز اخلي البريشر عالي، مش 100 بس يبقى عالي، واخلي السايز قليل. انا عايز بس مجرد احس انها بولتس او يعني مكان طلقات رصاص. طبعا كنترول زد، اعتقد الاحسن منها هتبقى البيكسل. بالظبط، الاحسن منها البيكسل طبعا، بس عايز احط كنترول ار. انا بس عايز اتاكد ان كانت دي نازله لتحت ولا طالعه لفوق. هي شكلها فوق اصلا، لا كنترول زد، كنترول زد 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 زد. انا عايز عايز العكس، انها تبقى نازله لتحت. عايز العكس، انها تبقى نازله لتحت. طيب كده، يبقى انا هاخد عايز خامه تكون غامقه. الخامه دي غامقه، ممكن لو عملت كده كده دي كنترول زد، عايزينها لتحت. طيب ممكن ان احنا نروح للماتيريال او اللاير، اللاير نفسها، للماتيريال نفسها، ونيجي للبمب نخليه مش عايزينه مبالغ فيه قوي. كده كده اوقع بصراحه. لو عملت كده تمام، يعني حاول ان انا احط اي ديتيلز حتى لو غير منتظمه حوالين الكابينه دي، حتى اهي اي حاجه تدي. بصراحه يفضل لو كان في اي ريفرنس ل
المركبة دي، لكن للأسف بصراحة أنا قلبت النت ما لقيتش ليها أي ريفرنس موجود. لقيت ريفرنسز بس مش لل يعني مش للمركبة دي، لقيته ليه مركبة تانية. فأنا يعني أنا الواحد بيحاول يجتهد بس إن أنا أحاول إن أنا ألاقي لها أي تخيل ممكن نحط فين تاني. مش عارف، بس ممكن ان احنا نحط هنا مثلا على قد ما نقدر، ادي كده واحدة. ممكن نحط هنا مثلا كده كده التانية، ممكن الناحية المقابلة ليها. انا مش عارف اني اصلا الناحية المقابلة ليها، لكن اعتقد ممكن تبقى هي الناحية دي. ممكن نمشي على الخط ده كده. ممكن اعتقد على الجناحات دي، ممكن انا متهيألي بعد ما نخلص الخامات البتاع دي مش هتطير اصلا. يعني اساسا شكلها يعني مضروبة 500 صاروخ، فمش هتطير اساسا. طب ده كده ده كده حاجة. ممكن نحط فين تاني مش عارف، بس متهيألي ممكن على المدفع ده من هنا كده، ممكن كده حاجة، ممكن على المدفع ده كده كده مثلا. متهيألي نعمل ريندر كده ونشوف الشكل العام شكله عامل ازاي. كنترول ار، انا بيتهيألي ان هي كده مظبوطة وتمام التمام وعشرة على عشرة. ان شاء الله في الجزء بقى اللي جاي نكمل بقية الاجساء بتاع الطيارة. اشوفكم على خير. كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من GFX Academy.net، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.